أعزائي المشاهدين والمتابعين، تم رسم جميع الشوارع في هذا الحوض، والآن يسهل علينا رسم القطع وباستخدام الأداة قط بوليجون وبهذه الطريقة. أولا ننظر جميع الشوارع بهذا الشكل. أيضا عندنا طبقة الحوض، هيها هذا الحوض اللي تم فيه رسم جميع الشوارع. الآن سوف يتم اقتطاع القطع. عندنا هذول أشكال القطع، أشكال القطع قبل أشكال القطع الكاملة اللي راح نعملها قط بوليجون عن طريق الصورة الجوية. نبدأ من هاي المنطقة، نعمل سيلكت أو اختيار للقطعة الكبيرة اللي راح نجزئها، بعدها على أداة قط بوليجون. مثلا عندنا هاي القطعة الأولى، نفتح الأتريبيوت تيبل الخاص في القطع. في عنا الحقل اللي اسمه بارسلز نمبر، نصفت القطع بهذا الشكل على أساس إنه أي عملية قط يظهر عنا في الصف الأول، يظهر عنا القطعة النهائية أو شكل القطعة النهائية. هاي نعتبرها قطعة رقم واحد. نعتبر هذا الشارع مع هذه القطعة اللي رقمها 3. هاي القطعة الكبيرة نعملها قطعتين 3. على أساس ما ننسى قطعة نعطيها رقم، نقدر نعمل ليبل بهاي الطريقة عشان يظهر أرقام القطع اللي احنا عمالنا بندخلهم مباشرة. رايت كليك على الطبقة بروبرتيز، على الليبلز، نختار هون اسم الليبل اللي راح يظهر بارسل نمبر، نفعل الليبل عن طريق وضع إشارة تيك، نفعل الليبل، نختار الحجم واللون المناسب 1 2 3، هاي 4 5، هاي 6، هاي القطعة 7. طبعا احنا زي ما اتفقنا أشكال القطع اللي بتظهر عنا والشوارع كلياتهم بهدف التعلم، يعني غير مطابقة للواقع. بالنهاية احنا معنيين يصير عنا داتا معينة. هاي الداتا او البيانات اللي راح تظهر عنا في الطبقات احنا راح نعملها، هاي 7. وبنفس الطريقة راح يتم رسم باقي القطع في هذا الحوض وباقي الأحواض.
ممكن يظهر لنا أخطاء فنية في الرسم بهذه الطريقة. لما نضغط على القطعة رقم 2 ونشوف نقاط الفيرتكس، في عنا نقطة نقطتين، النقطة اللي في النص المشتركة بين القطعة 4 و5 و2 مش موجودة، لذلك بنلاحظ أخطاء صغيرة. لحل هاي المشكلة نضيف نقطة فيرتكس بهاي الطريقة هون. نفس الاشي في الشوارع ونفس الاشي بأي لاير بنرسمها عشان تطلع طبقة أو طبقات متماسكات مع بعض. نقدر بهاي الطريقة نحل المشاكل اللي بيظهروا لنا. أعزائي المشاهدين المتابعين، بنفس الطريقة اللي رسمنا هذا الجزء من الحوض راح نكمل باقي الأجزاء. نقطة مهمة، في عنا هون قطع أراضي مش وصلها شوارع. لما نسكر الصورة الجوية بصير عنا قطع زي قطعة 8 و9 و10 و11، هدول مش وصلهم شوارع. يا اما بعملهم ميرج للقطع هدول بصير عندنا شارع، لانه المفروض كل قطعة يكون وصلها شارع، او بقدر اني اوسع حدود الدراسة او حدود الشغل تبعنا وامد شارع جديد من هون. والافضل اني امد شارع جديد. تابعوني بطريقة كيف بنقدر نعدل على رسم موجود من اول، ولزم الأمر إنه نعدل عليه. بعد ما وسعنا الحوض بدنا نقرب كل الحدود الجديدة على الحوض. نقدر احنا نضيف شريط التوبولوجي، طبعا انا ضايفه اللي هو هذا شريط التوبولوجي، تمام. نقدر ايضا خلال هاي الاداة سلكت توبولوجي نختار اللاير بدنا نعدل عليه، ونختار جميع اللايرات او جميع اللايرز. عندنا من اداة السلكت للفيتشر نقدر ايضا نعدل الحدود. من أداة التوبولوجي نقدر نختار أداة إنها تعدل الخطوط على بعض. نختار الخط اللي بدنا نعدله، وليكن هذا الخط الأحمر اللي هو بيمثل حد الحوض، بنحكي له بدنا على هذا الخط بهاي الطريقة. هيك احنا بنعدل على رسم موجود. هذا الخط في حال ظهر عندنا مشاكل
لا تنسى تعمل سبسكرايب لمتابعة القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولايك وشير الفيديو لتفيد أي شخص حاب يتعلم على الـ RGS. رابط القناة على الفيسبوك بأسفل المقطع تجدوه، وشكرا للمشاهدة والسلام عليكم.